تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات. ومجلس قضاء الجزائر يؤكد حرصه على الاستقلالية في مكافحة الفساد دون إعاز من أي جهة كانت مع التقيد الصارم بسرية التحري والتحقيق. في الذكرى 61 لمعركة سوق هراس الكبرى وقفة للتخليد والعرفان ومسيرة نضال تعدت حدود الوطن وشهادات حية ممن حكم عليهم بالإعدام. تابع أيضاً الشروع في إطلاق عملية اختيار المواقع السكنية لمكتتبي عد الاثنين، ومع موسم الاصطياف برنامج لإنجاز فنادق ومرافق استقبال، وفي النشرة رحلة استكشاف في خبايا الصحراء بابن عباس دليلنا فيها متمرس نهل من تراث الأجداد. نشرة الأخبار، أهلا بكم. بداية، أحال مكتب مجلس الأمة اليوم طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس عن لجنة الشؤون القانونية أو على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور. وخلال اجتماع للمكتب ترأسه رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح بوجيل خصص لتبادل وجهات النظر حول تحضير المشروع التمهيدي لميزانية مجلس الأمة لسنة 2020 ومناقشة بعض القضايا التنظيمية والإدارية المتعلقة بسير الهيئة. إذن شددت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم في بيان لها على أنها حريصة على استقلاليتها، كما أنها لم تتلقى ولا تنتظر أي إعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية. وفي هذا الإطار أكدت على أن مكافحة الفساد تعد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها، كما أبرزت أيضا حرصها على التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات والقرارات التي تتخذها بسرية التحري والتحقيق، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات وكذا بقرينة البراءة المكفولة دستوريا في المادة 56 منه، وبتوفير كافة ضمانات الدفع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية. ودعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة إليهم وفقا للقانون. وفي سياق ذي صلات تؤكد النيابة العامة أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو لا تزال في طور الإنجاز من قبل مصالح الضبطية القضائية المختصة تتم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام، لتفيد بأن مصالحها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها.
كما دعت الجميع أو دعت الجميع إلى الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة، مشيرة إلى أن خلية الإعلام لمجلس قضاء الجزائر سوف تسهر مستقبلا كلما دعت الضرورة لذلك على تقديم المعلومات الصحيحة وفقا لما يسمح به القانون. تحضيرا لشهر رمضان المبارك، تم اتخاذ إجراءات حكومية وتدابير خاصة لتوفير المواد الأساسية ومحاربة المضاربة في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للوطن أو للمواطن. كما تم خلال الاجتماع الحكومي برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي تخصيص أكثر من 8 مليارات دينار جزائري لفائدة العائلات المعوزة قبل حلول الشهر الفضيل، يتم صبها في حساباتهم البريدية الجارية، والحرص على ضمان التزود بالمياه الصالحة للشرب والتموين بالمواد الطاقوية دون انقطاع عبر كامل ربوع الوطن، إلى جانب تخصيص الاستغلال أو استغلال الأسواق الجوارية لفائدة الشباب البطال، وكذا تفعيل حركة النشاط الثقافي والرياضي مع إعطاء الأولوية للشباب والجمعيات الثقافية والرياضية المحلية، وتسطير برامج ثقافية وروحية لفائدة تجاليتنا بالخارج. في الذاكرة التاريخية، أحيت ولاية سوق هراس الذكرى 61 لمعركة سوق هراس الكبرى ببرنامج ثري يخلد أحد أكبر معارك الثورة التحريرية، والتي ساهمت بشكل كبير في تزويد الثورة بالسلاح. يقول طارق حجي: في برنامج الذكرى 61 لأم المعارك، رفع للراية الوطنية وترحم وإعادة لدفن رفاة عدد من الشهداء عثر عليهم مؤخرا بمنطقة السخونة، ووقفة بمكان المعركة التي بذلت فيها الأموال والأنفس لنتنفس اليوم هواء الحرية النقي. المعركة الكبرى جاءت بأمر من القيادة على مستوى الحكومة المؤقتة وعلى مستوى هيئة الأركان، لكن هذه المعركة هذه كانت من المعارك الكبرى واللي فيها تضحيات كبيرة واللي وصلت إلى كما يقولها كوراكور. المعركة وكونها منعرج حاسم، أدرك المستعمر من خلالها أنه أمام جيش منظم عدة وعتادا وأكثر منهما إرادة لا تقهر. ذلك أنه رغم الحشود العسكرية الضخمة، الفيلق 19 والرابع عشر المظليين الفرنسيين، الفيلق 28 للمدفعية بعيدة المدى، الفيلق 101 الفيلقان 151 152 مشاة ميكانيكية فرنسية، فرق اللفيف الأجنبي، كل الطائرات الموجودة في مقاطعة قسنطينة كلها استخدمت للقضاء على وحدات جيش التحرير التي تمت محاصرتها. رغم ذلك لم يعني تتحدث الكتابات الفرنسية على أن جندي على أن مجاهدا واحدا من جيش التحرير رفع الراية البيضاء. وفي الذكرى 61 لمعركة سوق هراس الكبرى، وقفة لاستحضار أم المعارك التاريخية التي طبعت تاريخ ثورات الشعوب المستعمرة. يقول نبيل حمداش: sous l'avalanche de balles ou autre, on ne se rend même pas compte. On arrive au contact, on est comme fou. Et c'est après, une fois que la chose a été faite, on a un silence, un grand silence. Et on pense que, bon, des fois des camarades ont été touchés, et puis nous, on est passé à travers. Par chance, parce que. الذين نجوا من نيران جيش التحرير الوطني نجوا بعامل الحظ فقط. هكذا عاش العدو نفسه جحيم سوق هراس. كل شيء بدأ في نقطة قريبة من الزعرورية في المكان المسمى وجشوك بمنطقة جبلية وفي قلب لودية. حدث وأن دارت هنا أكبر المعارك لجيش التحرير الوطني. حدث وأن واجه الفيلق الرابع للايلان بقيادة محمد الخدرسين ونائبه يوسف الطرش وقادة الكتائب مع عنصر الفيو عيسى وجوليانو على رأس 1200 مجاهد الفوج المظلي التاسع بقيادة الكولونيل بيشو، بعد أن اجتازوا خط موريس الذي قال الفرنسيون أنه لا يجتاز.
هنا فرنسا تكلمت باسمها على لسانها. كاين واحد الكتيبة جت من قالمة وش تقول؟ قالتك أنا بيردي باللغة هذه لا سون ديزناف يام كومباني إي أساتات لو كابيتان بوما. ورغم لونسير كلمة هذاك ما كانش واحد عباله باللي الموت هاي العسكر قدامه وراه السيلان الإلكتريكي للغام الارتيري يضرب الطيارات تضرب كذا ما كانش واحد مع باله رايح يموت بصح ما كانش واحد يرفع الرايه البيضاء ورمضة. رقعة المعركة اتسعت إلى جبل بوصالح الحمري وغيرها لتمتد إلى وجه شحم والدهوارة بقلمة. وصل فيها القتال إلى حد التبارز وجها لوجه بالأسلحة البيضاء. فرنسا فقدت الكتيبة 119 وعلى رأسها الكابيتان بومو واصطدمت برجال بعزيمة من حديد. 639 شهيدا سقطوا في ظرف أسبوع بعد أن أذاقوا العدو الأمرين وكسروا جدار الخوف وأعطوا درسا لا ينسى في معارك العبور. من شهداء المواجن أو معركة الحدود وفي إحدى الشهادات المثيرة مجموعة نفذ سلاحها وحصرت. فوقف قائدهم يقول بعد لحظات سوف يأتيكم رصاص العدو فاعلموا أنه عجين عند الله فلن تحس بشيء. هكذا هم الشهداء. هذا وتتابعون سهرة اليوم وثائقيا خاصا حول الحدث. الشريط بعنوان المواجن أو معركة سوق هرس الكبرى السيناريو للعربي لكحل وتتابعونه مباشرة بعد النشرة على الجزائرية الثالثة. ترقبوا. الجزائر أمانة الشهداء يرعاها جيل الاستقلال هي رسالة التي تحرص الأسرة الثورية على تبليغها بترسيخ روح المواطنة على غرار جمعية قدماء المحكوم عليهم بالإعدام الذين عايشوا وسمعوا صيحة رفاقهم المقتدين نحو الشهادة. رامي عامر. مصطفى بودينا مسوس محمد وشملال وعلي كان محكوم عليهم بالإعدام في سجون الاستعمار وكان ليكون دورهم على هذه المقصلة لولا أن كتب لهم القدر والثورة المظفرة ليعيشوا لما بعد الاستقلال. هذه الزاوية من متحف الجيش تعتبر مزاراً لتجديد العهد لتبليغ رسالة إخوانهم الشهداء. واللي يخرجوه واللي يخرجوه يديوه باش يديوه يخرجوه من الشيلي نتاعو يجيبوه يديوه كما يقولوا شدوه لغارديا ثلاثة ولا أربعة على حسب القوة نتاعو يديوه ويخرج كاين يخرج عيط الله أكبر الله أكبر الله يرحم الشهداء تحيا الجزائر تحيا الجزائر. هذه بلادنا توليها شبان الصغار ضحاو رواحتهم باش انتوما تجيو تنحالكم الدل كما يقول الله يرحمه موت الشرف ولا ما عيشت الدل. وفي ذلك الجمعية الوطنية للمحكوم عليهم بالإعدام المؤسسة عام 92-900 تعنى بالإسهام في كتابة تاريخ الثورة المجيدة والتواصل مع الأجيال في مسار بناء الوطن. ربي طول عمرنا وعشنا جزائر الحرة المستقلة. اليوم احنا واش نحسوا حراك الشعبي هذا احنا حررنا البلاد والحراك الشعبي راه يحرر فينا راه يحرر فينا. كنا خايفين نموتوا والجزائر نخليوها مرانا تضيع. اليوم رانا مطمئنين اليوم رانا متاكدين باللي الجزائر في يدين امينه والشبيبه نتاعنا اليوم برهنت وهي في الطليعه نتاع الشعب واعي منجند متوحد في مظاهرات سلمية حضارية. وتعكف الجمعية عبر متحفها لغرس روح المواطنة لدى الشباب ودعم الأكاديميين لإثراء الأبحاث بالشهادات والوثائق الحية.
في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس بوهران ومعسكر عنصري دعم للجماعة الإرهابية، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى 3 مخابئ للإرهابيين بتيزي وسو. كما تم توقيف بكل من جانات وتامن راست 62 مناقبا عن الذهب وضبط 19 مولدا كهربائيا و10 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن، في حين تم توقيف 53 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وبرج باجي مختار. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش وعناصر الدرك الوطني شخصين وضبطوا بندقيتي صيد وبندقية مضخية بكل من سعيدة ولغوات، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني 4 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من 4 كيلوغرامات من الكيف المعالج. هذا بعين تموشنت. في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت ومن خلال نقطة مراقبة لأفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين تيموشنت على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين ولايتي عين تيموشنت وتيليمسان، تم إجراء عملية تفتيش معمقة لمركبة نوع رونو 25 مشكوك فيها، أين تم حجز على متنها كمية من المخدرات كيف معالج يقدر وزنه 4.3 كيلوغرام، إلى جانب توقيف شخص واحد وهو سائق المركبة الذي تبين أنه محل أمر بالقبض من طرف العدالة. القضية محل تحقيق من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأمير عبد القادر من أجل توقيف باقي العناصر. في ملف السكن أشرف وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود على إطلاق العملية 5 لاختيار المواقع لفائدة أزيد من 53,000 مكتتب في إدارة أو في برنامج عدل 2 والذين سددوا الشطر الأول من قيمة السكن، إذ يمكن لهم سحب أوامر الدفع من مقر سكنهم والتقدم لتسديد الشطر الثاني. العملية هذه تستمر إلى غاية استدعاء جميع المكتتبين مع بقاء الموقع مفتوحا في خدمتهم. إعطاء الضوء الأخضر للسيد المدير العام لعدل لمباشرة العملية 5 لاختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي عدل 2 الذين سددوا الشطر الأول من سكنتهم. العملية مست بالضبط 53,989 مكتتب موزعين على 26 ولاية، من بينها ولاية الجزائر ب 10,800 مكتتب. سكن دائما تم بولاية تلمسان توزيع أزيد من 280 وحدة سكنية على مستحقيها بدائرة بن سكران. تقول عمريا نهاري 283 وحدة سكنية في صيغة العمومية الإيجاري بدائرة بن سكران بتلمسان تم توزيعها على مستحقيها مجهزة بكل المرافق الضرورية للعيش الكريم. 25 أختي، هذا عاد الخطرة ربي فرج عليا، أنا مزوجة زوج بنيات وعشت وحدة الغبينة ما يدرى بيا غير مولانا أختي. كنا مغبونين هذه 10 سنين وأنا مع الشيباني في الدار، والحمد لله استفدنا ونتمنى لخوتنا اللي ما داوش خطرة فرج عليهم، أنا فرحان الحمد لله. ربي يفرحهم فرحة كبيرة ما هي صغيرة. الحمد لله جابوها لنا مع رمضان، سكنة جديدة ما شاء الله. واش نقول لكم، مخدومه بالمعنى الكلمه. وقطونا في الباطيمات رانا غايض روح الحمد لله بك يا رب. واش فيهم كاع هذا؟ فيهم كلش، فيهم الماء، فيهم الغاز، فيهم الضوء، التليفون، ما خصنا تحيه الحمد لله. وبعد إحصاء القاطنين في السكنات الهشه وطالبي السكن تم ترحيل المستفيدين في احياء لائقه. 230 وحده ايجاريه سكنيه اللي استفدوا بها المواطنين سكان بلد بسكران، باقي 19 على قيد الدراسه باش نكملوا على 251 وحده سكنيه ايجاريه. سيتم القضاء على تلك السكنات واسترجاع سكنات الهشه.
القصديريه واسترجاع الاوعيه التي كانت عليها من اجل ادراجها في عمليه انشاء مرافق عموميه. فيما يتم دراسة مشروع إنجاز 200 وحدة سكنية إيجارية عمومية بدائرة بن سكران، ستتواصل عملية إسكان المواطنين خلال الأشهر القادمة. في تعاون الجزائرية التونسية، يقوم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ابتداء من الغد بزيارة إلى تونس، هذا بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهناوي. الزيارة ستكون فرصة لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تدعيمها في مختلف المجالات، كما سيتم خلالها تبادل الآراء وتباحث حول المسائل العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طبقا للحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولات والولات المنتدبين ووفقا لأحكام المادة 92 من الدستور، تم اليوم بولاية الجزائر تسليم واستلام المهام بين والي الجزائر عبد الخالق سيودة وعبد القادر زوخ. وشغل عبد الخالق سيودة عدة مناصب كان آخرها والي لولاية باتنة. في شأن الفلاحي، التقى اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري بالعاصمة، التقى مع المديرين العامين للغابات، حيث تم خلال الاجتماع بحث سبل حماية الغابات والحد من الحرائق وكذا إنشاء فضاءات غابية للترفيه والتسلية. وبالمناسبة تم توقيع اتفاقية بين مجمع الهندسة الريفية وفرع الأوراس ومحافظة الغابات لولاية إليزي. هذه فرصة باش يكون لنا تقييم الإجراءات التي اتخذت وتعزيز الآليات، خاصة اليوم احنا على موسم مكافحة الحرائق في الصيف اللي نوه بالمجهودات التي قامت بها مديرية الغابات بمشاركة الإدارة المحلية والجمعيات والساكنة في الريف. للسنة الفارطة تقلصت حوالي 2300 قطار، واليوم بهذه المناسبة شاهدت كان في إمضاء اتفاق تعاون ما بين يعني مجمع الهندسة الريفية تاع أوريس اللي راح يقوم ببعث مشتلة في إليزي. هذه المشتلة راح تخلينا باش نكونوا ندفعوا يعني الغرس الأشجار، أشجار غابية، أشجار مثمرة، خاصة في أقصى الجنوب. نذهب إلى الواد، حيث تشكو ملبنة الحليب ببلدية كوينين نقصا في الكمية الممنوحة من مسحوق الحليب، محال دون تغطية طلبات السوق المحلية. المتابعة لعبد الوهاب دحماني. 47 طنا من بودرة الحليب شهريا هي الكمية التي تستفيد منها ملبنة إنتاج الحليب ببلدية كوينين بولاية الوادي، والتي تمكنها من إنتاج 15200 لتر من حليب الأكياس يوميا. كعوار رقابة حاضرين في أي وقت وفي كل وقت من أجل معاينة السلعة. الأمور اللي نقوم بها هي الكمية والنوعية، وعدنا عينات أسبوعيا ندوها للمخبر من أجل التحاليل. يشتغل المصنع حاليا لمدة زمنية لا تتجاوز الساعتين يوميا، ويغطي 2% من احتياجات السوق المحلية من حليب الأكياس، في حين أن الملبنة بإمكانها تغطية 50% من احتياجات السوق المحلية إذا زودت بالكميات الكافية من بودرة الحليب. كان طلب والكمية راهي ناقصة شوي، ديما رانا نطالبوا في صاحب المصنع نقول له زيدنا شويه، راه مش مكفيه الكميه، مش مكفيه، وهو هذا واش عطينو، زيدونا لا بودر دو لي حتى نقدروا نغطوا الاحتياجات اللي راهي موجوده، لان كثير من البلديات راهم يجونا هنا يطالبوا فينا اعطونا اعطونا، ولكن للاسف الشديد احنا الشيء ما عندناش، فاقد الشيء اللي يعطيه. كمان حبينا نديروا حتى اكستنسيون، يعني حبينا نديروا مشتقات الحليب. وتغطي الملبنتان الواحدتان على مستوى الولاية 30% من احتياجات سكان الوادي من حليب الأكياس، ليبقى الحل في توفير هذه المادة واستقرار أسعارها هو زيادة كمية البودرة الكافية لتشتغل بطاقتهم الإنتاجية الكاملة.
تحضيرا لموسم الصيف وفي اجتماع تقييمي لحالة الخدمة العمومية للمياه والصرف الصحي بولاية الجنوب، أكد اليوم وزير الموارد المائية علي حمام ضرورة تحسين توزيع الماء الشروب في ولاية الجنوب واستدراك التأخر المسجل في بعض المشاريع، مع مواصلة تحويل التسيير من البلديات إلى الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير. بحسب تدخلات نتاع الجميع عرفت باللي معظم البلديات تقريبا عندهم سوال لو 24 ولا عندهم التوزيع اليومي لو كوتيديان. بعض البلديات اللي فيهم عز واحد على اثنين، وهذه البلديات فيها برامج اللي راهي سايره وفيها اللي تسقط درك يعني في قبل رمضان، وكاين اللي تروح حتى في وقت الصيف يعني في جوان وفي جويلية. كذلك المحطات تاع نزع المعادن تاع مينيزاسيون كان فيها 20 فيهم 19 راهم في اطار الاستغلال، وحده ستدخل في الاستغلال في الايامات هذه القليله. في الشأن الصحي وبمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد مراوي أكد أن الجزائر لم تسجل أي إصابة بداء الملاريا منذ عام 2014، وداعيا إلى تكثيف جهود الرقابة لمكافحة انتقال المرض. تقول وهبة أمسال: تشير التقارير إلى أن الجزائر لم تسجل أي حالة محلية لداء الملاريا منذ 2014، وهو ما يؤهلها كأول بلد إفريقي للظفر بشهادة أممية للقضاء على هذا الداء الذي يعد مسؤولية وزارة البيئة أيضا والجماعات المحلية، وذلك بمكافحة الحشرات الناقلة للمرض. إن شهادة القضاء على الملاريا حاليا في متناولنا، ونملك الإرادة السياسية لتحقيق ذلك. لهذا فمن واجبنا ومسؤوليتنا المشتركة أن نعمل من أجل تعزيز مراقبة المرض وفقا للإجراءات الجديدة، تحسين التكفل بالحالات وفقا للدليل الوطني الجديد. وفي مجال مكافحة الحالات المستوردة للملاريا، تباشر وزارة الصحة في تعيين أطباء محلفين على مستوى مراكز المراقبة الصحية الحدودية. العام الماضي كانوا 973 حالة مسجلة تم التكفل بها في طمن الوسط، وهي كلها حالات مستوردة، وهي تمثل 80% من الحالات الجزائرية. لهذا يعني مرض الملاريا يعني مرض مهم في طمن الوسط، لأنه من جهة يعني من جهة لازم نتكفلوا بالمرضى باش نقضوا الحياة نتاعهم، وباش ما يكونوش مستودع، باش تكون هناك حالات يعني محلية مستقبلا. بين 400 إلى 500 حالة سنويا، ولكن في 2018 وصلنا إلى 1200 حالة ولكن مستوردة. عندنا 25 سنتر دو فاكسيناسيون انترناسيونال أو دو كونسي دي فواياجور. الناس يعني اللي يتوجهوا لبلد مستوطن يقدروا يعني يروحوا للمراكز هذيك باش يعطيوا لهم الدواء والنصائح اللازمة. برنامج مكافحة الملاريا يستدعي تكاثف مجهودات كل الوزارات المعنية. لإنجاح موسم الاصطياف، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود من سعيدة أكد أن قطاع السياحة سيتدعم قريبا ب84 فندقا جديدا عبر الوطن بمواصفات عالمية لتحسين ظروف استقبال السياح. المتابعة لمحمد سلمي. غلاف مالي تصل قيمته بأزيد من 800 مليون دينار تم رصده لإعادة تأهيل فندق الفرسان بولاية سعيدة، والذي يأتي كعينة من المرافق التي من شأنها إعطاء دفع للسياحة الحموية. هذا يندرج في إطار إعادة تأهيل وترميم المؤسسات السياحية التابعة للقطاع، وهو أول فندق مصنف من درجة 3 نجوم في مدينة سعيدة. عندنا في المرافق السياحية عندنا الأهداف نتاعنا هي 288 ألف سرير على المستوى الوطني، وهي لحقنا الآن إلى حوالي 200 ألف سرير. إذا ما أضفنا الأسرة اللي كانت موجودة أيضا أنجزنا حوالي 140 ألف سرير على مستوى في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية. وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود وخلال اجتماعه بالمستثمرين بالولاية أكد على أهمية الأمن في تفعيل الحركية السياحية. الجزائر بلد آمن، فما تصوروش عدد كبير من الاستثمارات وطلب الاستثمارات الأجنبية نقول، واللي راهي جات باش تستثمر في الجزائر خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما كان لوزير القطاع وقفة على إبداعات الشباب في مجال الصناعة التقليدية. تفعيلا للحركية التجارية انطلقت بولاية تندوف أشغال إنجاز طريق اجتنابي على مسافة 35 كيلومتر يربط الولاية بالمعبر الحدودي مع الجارة موريتانيا. نسيمة يعقوبي تفصل في هذا الشأن. هو مشروع إنجاز طريق اجتنابي لفائدة مستعملي المعبر الحدودي لتندوف، وهو الطريق الذي سيسمح للتجار والمتعاملين وعلى مسافة 35 كيلومتر من اختصار الوقت والمسافة. والله عندنا مدة الإنجاز 5 أشهر تقريبا، نورمالمون إن شاء الله نكملوها قبل في 4 أشهر ولا ماشيين يسقموها من هنا طريق المعبر المشهور موريتان باش ما صاب الكماين ولا ورا الحمد لله ماشي تحسن مليح. طريق اجتنابي سيسمح يعني بتفادي الدخول الى بعض التجمعات السكانية، مما سيسمح ان شاء الله لكل المتعاملين الاقتصاديين اجتناب هذه السكنات وهذه التجمعات السكانية مباشرة الى المعبر. كما تشهد تندوف اشغال تحديث وتأهيل محاور الطرقات الرابطة بين مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر 3 محاور. الحصة الاولى على مسافة 36 كيلومتر الاشغال المتقدمة يعني انجزنا 17.5 كيلومتر من 36 كيلومتر. الحصة رقم 2 على مسافة 22 كيلومتر منتهية الأشغال بها 100%، والحصة رقم 3 على مسافة 30 كيلومتر راهم افونسي خدمنا 11 كيلومتر من أصل 30 كيلومتر. منين يعاودوها تنحي لنا ياسر من صعوبات التنقل، يعني تلقى ياسر من صعوبات وياسر من 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 المعاناة اللي كنت تعاني فيها. مشاريع حيوية من شأنها إضفاء ديناميكية تجارية ومن ثم دفع حركة التنمية المحلية. نظم اليوم مجلس المنافسة يوما دراسيا حول التجمعات أو التكتلات الاقتصادية، وبالمناسبة أكد رئيس المجلس عمار الزيتوني أن التكتلات الاقتصادية غالبا ما تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني كونها تتنافى ومبدأ التنافسية. أعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تأجيل الإضراب الذي كانت تعتزم الفيدرالية الدخول فيها، تأجيله إلى إشعار آخر بعد قرار العدالة بعدم شرعيته. قصد تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمديرية العامة للأمن الوطني. الاتفاقية ستسمح بوضع برنامج خاص للتكوين من خلال التعرف على الإجراءات القانونية والإدارية ومجالات التدخل الميداني لفرق البحث. في إطار تنفيذ مخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي والهادف إلى تمتين الرابطة جيش أمة، نظم المركز 252 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد رقيب الغالي بالغمر بمعسكر، نظم زيارة موجهة لفائدة وسائل الإعلام قصد التعريف بدور سلاح النقل في الجيش الوطني الشعبي ومهام هذا المركز عبر مختلف هياكله البيداغوجية والوسائط التعليمية. كما نظمت مدرسة ضباط الصف للمعتمدية صادق بوريدح بقلمة، نظمت أبوابا مفتوحة على المدرسة أشرف على افتتاحها العميد نور الدين بودراس قائد اللواء 5 لرادار الكشف والمراقبة بالناحية العسكرية 5. التظاهرة مكنت الجمهور من الاطلاع على المهام التكوينية التي تطلع بها مختلف المرافق والهياكل الاجتماعية والبيداغوجية لهذه المؤسسة. نتحول فيما يلي إلى ملفاتنا الدولية. في السودان أعلن المجلس العسكري الانتقالي اتفاقه مع قوى التغيير على تشكيل لجنة مشتركة لإخراج البلاد من الوضع الأمني الراهن. في سوريا لقي 18 شخصا مسرعهم وفقد 10 آخرون يرجح أنهم ما يزالون تحت الأنقاض في انفجار سيارة في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد.
نختم معكم هذه النشرة من عمق الصحراء بمسالكها الوعرة، إذ يعد الدليل أو الأمنير يعد حلقة مهمة في مرافقة المسافرين والبحث عن المفقودين. علي عويش دليل متمرس نهل من تراث الأجداد، يقول مصطفى بن تهينة. نتابع. خلال 40 سنة الدليل علي عويش من منطقة تبلبالة الولاية المنتدبة بن عباس جاب الحمدات والكثبان الرملية وأصبح على مر الزمن ضليعا من قيافة البشر وقيافة الأثر، فالدليل ممارسة ومعارف وعبر. يعود يعرف التراب ويعرف العصيان ويعرف العرق هذا، إذا كان ما يعرف فيه الطريق اللي يخرج معها ما يقدر، ويعرف الأشجار الحيوانات، يعرف الحيوان ويعرف الأشجار ويعرف هاي البعير نتاع من نتاعك أنت والله نتاع هذا والله نتاع هذا. بلا خارطة ولا بوصلة يعرف الاتجاهات ويجيد قراءة المعالم ويحصي المتاح من منابع المياه. حاسي حميد وقابض عليه حاسي الخيل، وقابض عليه حاسي النص، وقابض عليه حاسي زرار، وقابض عليه حاسي الشيخ. ولأن الحصاة من الجبل، خليل عويش الابن خريج الجامعة الجزائرية يغترف من تراث أبيه الأمنير، والدرس الأول الماء في الفضاء الصحراوي. الماء قريب، غير لا تحفر شوية تلقى الماء موجود يعني بوفرة في الأماكن هذه كلها، عرق الراوي على طول عرق الراوي. الدليل المرشد الأمنير، مسميات لحرفة واحدة تستمد عمقها من تراث أصيل. وبتراثنا الأصيل نختم ونذكركم بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة جمال ولد عباس وسعيد بركات. ومجلس قضاء الجزائر يؤكد حرصه على الاستقلالية في مكافحة الفساد دون إيعاز من أي جهة كانت، مع التقيد الصارم بسرية التحري والتحقيق. في الذكرى 61 لمعركة سوق أهراس الكبرى، وقفة للتخليد والعرفان ومسيرة نضال تعدت حدود الوطن، وشهادات حية ممن حكم عليهم بالإعدام. تابعنا كذلك الشروع في إطلاق عملية اختيار المواقع السكنية لمكتتبي عد الاثنين، ومع موسم الاصطياف برنامج لإنجاز فنادق ومرافق استقبال. تابعنا في نشرتنا أيضا رحلة استكشاف في خبايا الصحراء بابن عباس، دليلنا فيها متمرس نهل من تراث أجدادنا. عناويننا الإلكترونية دائما في خدمتكم، شكرا لكم والسلام عليكم.